بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على الـ treatment of deep vein thrombosis. الـ treatment بتاع deep vein thrombosis بينقسم إلى ثلاث حاجات أساسية. أول مجموعة اللي هي الـ conservative measures اللي هي bed rest plus leg elevation plus or minus compression أو Elastic Stocking. دي المجموعة رقم واحد. المجموعة رقم اتنين هي مجموعة الـ Anticoagulation، هنختصرها بالـ ACD. والمجموعة رقم تلاتة Sometimes Operation أو Intervention. يبقى The treatment of DVT is bed rest, leg elevation, Anticoagulation and sometimes operation. ايه انواع الاوبريشنز اللي ممكن نعملها؟ اللي هي الثرومبس ريموفال اللي هي بنسميها ثرومبكتومي، فينوس ثرومبكتومي نمره واحد، نمره اتنين حاجه اسمها ثرومبولايسز يعني ندوب الجلطه، نمره ثلاثة حاجه اسمها انسرشن اوف اي في سي يعني انفيريور فينا كيفا فلتر. تمام، دولت البلان of treatment. هنروح بعد كده نتكلم عن واحدة واحدة منهم. هنتكلم نمرة واحد النهاردة عن البيدرست. البيدرست تمام، البيدرست العيان ينام ازاي في البيدرست؟ اول حاجة احنا عايزين نعرف هو ليه، why بيدرست ليه. اولا حاجتين، اولا بيقلل البين وبيقلل السويلينج عن طريق الليج إليفيشن لانه بيسهل الفينس ريتيرن فبيقلل السويلنج وبيقلل البين. الحاجه نمره اتنين ان احنا بنبقى خايفين من ان هو يعمل حركه اجريسيف اكسرسايز. الاجريسيف اكسرسايز ده يخلي الكاف ماسلز تكمبرس الفين بالثرومبس اللي جواه تقوم تعمل لها ديسلوجمنت يقوم يعمل بالمونري امبوليزم. يبقى البيد ريست بيقلل الريسك اوف بالمونري امبوليزم وبيقلل البين والسويلنج. طيب هنقعد بيد ريست لمده قد ايه؟ لمده 7 تو 10 دايز. ايه الهدف؟ ليه المده دي؟ اشمعنى المده دي؟ ليه مش يومين؟ ليه مش 10 اسابيع؟ علشان المده دي بعدها بتبقى الثرومبس ادهيرنت وبالتالي الريسك اوف pulmonary embolism بيبقى أقل خالص. فلما نقول نعمل bed rest يبقى هنعمل bed rest ليه؟ هنعمل bed rest لمدة قد ايه؟ هنعمل bed rest ازاي؟ بننام ونرفع الرجل على مخدة بدرجة 10 إلى 15 درجة، ما نرفعهاش أكتر من كده لأن هيبدأ يحصل back pain خلاص. فالleg elevation is 10 to 15 degrees. بعد 7 to 10 days هنبدأ نسمح بmild ambulation يعني يبدأ يتحرك خفيف خلاص، بس يكون لابس elastic stocking. ليه؟ لأن هو أول ما هيبدأ يتحرك لسه الثرومبس ما دابتش بالكامل، لسه في اوبستراكشن للفينس فلو، هتبدا رجله تورم وتبدا رجله توجعه تاني. فهنضطر نلبس الاستيك ستوكينج يعني شراب ضاغط سواء تحت الركبه او فوق الركبه حسب الليفل اوف ذا ثرومبس. ده بيساعد بيزود الفينس ريتيرن وبيقلل الاديما والبين. ده بالنسبه للايه؟ لاول خطوه اللي هي بيد ريست ليج اليفيشن بلس اور ماينس كومبريشن. طيب نيجي لنمره 2 بقى، الانتي كواجوليشن. الانتيكواجوليشن عايزين نعرف ايه الراشونال اوف انتيكواجوليشن، هو ايه احنا بندي انتيكواجوليشن ليه؟ احنا بندي انتيكواجوليشن تو بريفنت بروباجيشن اوف ذا ثرومبس اللي هو ممكن يؤدي الى ايه؟ اللي هو بيؤدي الى بالمونري امبوليزم. يبقى بالطريقه ديت انا بدي الانتيكواجوليشن. يبقى خلي بالكم عشان في ناس فاهمه غلط، فاهمه ان الانتيكواجولنتس دول بيسيحوا الثرومبس او بيعملوا لايسز او بيديزولف ذا ثرومبس. لا، اللي بيعملوا الحكاية دي أدوية تانية اسمها thrombolytic drugs أو fibrinolytic drugs، لكن إحنا هنا anticoagulant. anticoagulant يعني إيه؟ it prevents coagulation، it stops further coagulation لكن it does not dissolve the already formed thrombus. فهفترض مثلا أنا عندي vein كده هوت، الفين دوت جواه thrombus بالشكل دوت خلاص. ال anticoagulation بيمنع البروباجيشن هنا، بيعمل stop هنا للبروباجيشن اوف ذا ثرومبس وبعد كده تبدا تبقى ادهرنت وتبدا تدوب. امال مين اللي بيخليها ادهرنت ومين اللي بيدوبها؟ النورمال فايبرينوليتيك سيستم بتاع جسم البني ادم. احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا حاجه اسمها تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور وبيتحول بيحول البلازمينوجين الى البلازمين، والبلازمين ده هو اللي بيدوب الثرومبس. اذا الثرومبس الجسم هو اللي بيدوبها، الجسم هو اللي بيدوبها. امال الانتي كواجوليشن عرفنا دوره ايه؟ طيب هنيجي بقى نقول ايه انواع الانتيكواجوليشن، ايه انواع
الانتيكواجوليشن. عندنا 4 استراتيجيز اوف انتيكواجوليشن، في نوعين عليكم وفي نوع مش عليكم. النوعين اللي عليكم هم اول ميثود اوف انتيكواجوليشن هي ان انا ببدا بالهيبرين وبعدين اقلب على ماريفان، يبقى ببدا اول فتره العلاج اللي هي 7 تو 10 دايز هيبرين وبعد كده نشفت تو ماريفان. الطريقه الثانيه هي ان انا بدي لو موليكولر ويت هيبرين، الرمز ده LMWH لو موليكولر ويت هيبرين بلس، نعمل بعدها شيفتنج تو ماريفان. الهيبرين هنا على فكره العادي ده اللي هو اسمه انفراكشنيتد، اسمه كده انفراكشنيتد هيبرين، يعني الهيبرين الغير مجزأ. لكن اللو موليكولر ويت هيبرين هو الهيبرين اللي تم تجزيئه فاصبح قليل الوزن واصبح اسمه لو موليكولر ويت. في حاجتين بعد كده بداوا يظهروا خلاص، بس ما اقدرش يعني مش عليكم، بس من باب العلم بالشيء، ان هم بداوا يغيروا اللو موليكولر ويت هيبرين، بداوا يغيروا الماريفان ده الى حاجه اسمها نواكس. نواكس ده اختصار نيو اورال انتيكواجولانتس. امال مين هم الاولد اورال انتيكواجولانت؟ الماريفان هو الاولد اورال انتيكواجولانتس. في ادويه جديده اسمها نيو اورال انتيكواجولانتس ريبليسد الماريفان، وكانت لسه مش ريبليسنج الهيبرين. وبعدين ريسنتلي نمرة أربعة إن إحنا بقينا ناخد نواكس بلس نواكس، يعني بنبدأ نواك نيو أورال أنتيكواجولانس، وعلى فكرة اسمهم التاني دواكس برضو اللي هو دايركت أورال أنتيكواجولانس عشان بيشتغلوا دايركت على فاكتور 10، فاسمهم دواكس أو نواكس. بنبدأ بيهم بإنيشيال دوز وبعد كده بنكمل بيهم هم تاني بس بحاجة اسمها مينتننس دوز. احنا مش علينا نمرة 3 و 4 مش هنتكلم عليهم اكتر من كده، بس عندنا علم بيهم. هنتكلم على 1 و 2 اللي هم علينا، هنمسكهم بقى دواء دواء نشوف هنبدأ نتكلم عليه ازاي. اول حاجة هنتكلم عليها الهيبارين. طيب الهيبارين ده هنتكلم عليه ازاي يا جماعة؟ الهيبارين ده اولا عايزين نعرف هو بيعمل ايه. الهيبارين، الهيبارين ده بيشتغل حاجة اسمها انتي ثرومبين 3 او انتي ثرومبين، خلاص ده الميكانيزم اوف اكشن. فهو بيشتغل اندايركت عن طريق ان هو بيأكتيفيت انتي ثرومبين اللي بيبلوك الثرومبين، خلاص ده المين ميكانيزم اوف اكشن. السكند ميكانيزم اوف اكشن ان هو بيقلل فاكتورز 9 و10 و11 بس تو ليسر اكستنت، لكن اهم حاجه في الاكشن بتاعته هو الانتي ثرومبين افكت. لكن كمان بيقلل الاكتيفيتي اوف فاكتورز 9 و10 و11، خلاص دول الحاجتين الاساسيتين فيه. طيب تعالوا نشوف الهيبارين ده بيتاخد ازاي، الادمنستريشن بتاعه بيتاخد ازاي. الهيبرين ده يا جماعه في مشكله كبيره جدا ان هو لازم يتاخد اي في، خلاص اي في يا اما انفيوجن. يعني ايه انفيوجن؟ يعني يتحط في محلول او في جهاز اسمه بامب بيدخله في الوريد نقطه نقطه، خلاص ده اسمه انفيوجن. او ممكن يتاخد اي في انجكشن، يعني يتاخد حقنه تتحقن كل 4 إلى 6 ساعات. تمام. طيب ده طريقة الادمنستريشن. طب طريقة الادمنستريشن دي تستدعي ان المريض ده لازم يبقى هوسبيتالايزد، لان هو مش هينفع ياخد حقن انفيوجن او انجكشن كل 4 ساعات الا لما يبقى في مستشفى. الحاجة التانية اللي تستدعي ان هو يبقى موجود في مستشفى، طب هدي دوز قد ايه؟ احنا مش عارفين الدوز بتاعته. الدوز بتاعته بتختلف على حسب البي تي تي بتاع العيان، يعني الدوز بتاعت الهيبرين من بني ادم للتاني فاريبل. فانا بعمل ايه؟ انا ببدأ الاول بدي 5000 انترناشونال يونت اللي هو 1 امبول، خلاص، وبعدين بظبط الدوز على 20 انترناشونال يونت بير كي جي بير اور. يبقى انا بدي الاول امبول وبعد كده بدي الريت بتاع 20 انترناشونال يونت بير كي جي بضربها في وزن المريض واخليها تتاخد في الساعه. طيب هل الجرعه دي كافيه؟ لا، دي جرعه مبدئيه، بعد كده بادجست اكوردنج تو حاجه اسمها اكتيفيتد ايه صغننه كده partial thromboplastin time، دول مكتوبين capital. يبقى الـ APTT أو ممكن برضو تتكتب capital APTT، الـ activated partial thromboplastin time ده أنا بقيسه قبل ما ابتدي، وبعدين أنا عايزه يبقى 2.5 إلى 3 times النورمال بتاع البيشنت. يعني افرض ان انا النورمال بتاعي 25 مثلا، يبقى انا عايزه 3 اضعاف ال 20، يبقى انا عايزه يبقى انا هتظبط على 60 ثانيه. افرض واحد النورمال بتاعه 30 هيتظبط على 90 ثانيه اللي هي 3 times ال 30. يبقى انا بالطريقه دي. طيب يبقى انا محتاج اعمل activated partial thromboplastin time، التحليل ده بيتعمل كل 4 ساعات. يبقى انا محتاج اعمل التحليل كل 4 ساعات. يبقى انا محتاج ادي الحقنه IV infusion أو IV injection، بدي دوز مبدئية، بعد كده بظبط الدوز
بالمونيتورنج اكوردنج للاي بي تي تي، يبقى انا محتاج اسحب تحليل العين كل 4 ساعات عشان احدد بيه الجرعه الجايه هتبقى عامله ازاي. طيب الحاجه الثانيه اللي انا بحتاج اعملها في المونيتورنج ان انا اعمل كومبليت بلاد كاونت، خاصه علشان اشوف البليتلت كاونت. ليه؟ علشان احنا قلنا الكلام ده قبل كده واحنا بنتكلم عن الايتيولوجي، ان في حاجه اسمها هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا، ودي ممكن تعمل ثرومبوزز في الارتريز والفينز وتاجرافيت الثرومبوزز اللي انا مدي الهيبرين اصلا عشان يبقى انتي كواجولانت. ممكن الهيبرين فجاه يتحول الى ثرومبوجينيك. بعرفها ازاي؟ ان البليتلت كاونت يقل عن 100,000 بير مايكروليتر او يقل عن 50% من البيز لاين. يبقى انا علشان ادي هيبرين، محتاج قبل ما ادي الهيبرين بري اعمل حاجتين، اعمل سي بي سي عشان اعرف البليتلت كاونت، ومحتاج اعمل اي بي تي تي علشان اعرف البيز لاين بي تي تي بتاع العيان ايه. وبعدين هقوم جاي مدي الدوز بتاعتي اللي هي البولس الاولانيه اللي هي 5000، وبعدها المينتننس دوز اللي هي 20 انترناشنال يونت بير كي جي بير اور، وبعدين هعمل مونيتورنج خلاص لنفس الحاجتين اللي انا عملتهم في الاول اللي هم السي بي سي والاي بي تي تي. بس السي بي سي انا مش بعمله كل 6 ساعات، السي بي سي ممكن اعمله كل يوم مره، لكن الاي بي تي تي هعمله 3 تو 4 تايمز بير داي. خلاص ده بالنسبه الهيبارين. طيب مشكلة الهيبارين ايه؟ مشكلة الهيبارين واحدة من السايد افكتس التانية بتاعته انه هو ممكن يحصل منه بليدنج نتيجة طبعا الخبطة اللي انتوا شايفينها، ان دوز فاريابل، ممكن ندي دوز كبيرة، ممكن فجأة الدوز تبقى كبيرة، ممكن يحصل منها بليدنج. يبقى الريسك اوف بليدنج مع الانفراكشنيتد هيبارين نتيجة ميستيكس وايرورز في الادجستمنت اوف ذا دوز ممكن يعمل بليدنج. البليدنج ممكن يبقى بصوره ايه؟ ممكن يبقى بصوره ابيستاكسيس يعني نزيف من المناخير، ممكن يبقى بليدنج جامز، ممكن يبقى بليدنج بالريكتم، ممكن يبقى ميلينا، ممكن يبقى حاجه سيريس لا قدر الله زي سيريبرال هيموريدج، انترا ابدومينال هيموريدج، كل ده ممكن يحصل. اذا حصل بليدنج هنتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه لازم تستوب هيبرين عشان ما تفضلش تدي تاني، نمره 1. نمره 2 عايزين ندي الانتي دوت اوف هيبرين، يعني الهيبرين مش حد هيبرين تاني. طب والهيبرين اللي جوه جسمه عايزين له ادي له الانتي دوت. الانتي دوت اسمه ايه؟ اسمه بروتامين صلفيت. البروتامين صلفيت بيتاخد بدوز قد ايه؟ 1 لكل 100، يبقى كل 1 ميلي جرام بيعمل كيليشن يعني لميت انترناشنال يونت اوف هيبرين. خلاص يبقى ده الانتي دوت. الحاجه نمره 3 بقى ان انا امانج البليدنج ده، ممكن احتاج اعمل ريبليسمنت للبليدنج ده عن طريق بلاد ترانسفيوجن او باكد ار بي سيز علشان اعوض البليدنج اللي حصل. طيب نمره 2 بقى اللي عندنا هنا حاجه اسمها لو موليكولار ويت هيبرين. اشهر دوائين في اللو موليكولار ويت هيبرين حاجه اسمها اينوكسا بارين اللي الدوز بتاعتها سهله قوي، 1 ملي جرام بير كي جي كل 12 ساعه بتتاخد سبكوتينيوس. والتاني اسمه تينزا بارين. خلاص التينزا بارين ده اللي هو بيتاخد بدوز 175، دي دوز ريزلا شوية، بير كي جي كل 24 hours. دي الميزة اللي فيه انه بيتاخد سبكوتينيوس كل 24 ساعة. الانوكسابارين بيتاخد كل 12 ساعة، التنزابارين بيتاخد كل 24 ساعة بالدوز بتاعت 175 دي. خلاص طيب لو جينا قارنا بين اللو موليكولار ويت هيبرين والهيبرين العادي، اول حاجه هو اللو موليكولار ويت هيبرين ده عملوه ازاي؟ يعني عملوه ازاي ان احنا عندنا حاجه اسمها الهيبرين ده عباره عن بولي ساكرايد كده اهوت. خلاص في جزء منه مسؤول عن الفانكشن بتاعته والميكانيزم اوف اكشن، وفي جزء منه مسؤول عن الكاينيتكس بتاعته اللي هو مسؤول عن ان هو الميثود اوف ادمنستريشن وعلى الابزوربشن وعلى الديستريبيوشن بتاعه. هما انزيماتيكالي قصوا هذا الموليكول من هنا وجابوا الجزء الفانكشننج بس، فسموه لو موليكولار ويت هيبرين لانه شيء طبيعي ان هو بقى خفيف الوزن وبقى بيقوم بالفانكشن بس من غير المساوئ بتاعه الفارماكوكينيتكس بتاعه الهيبرين العادي. فنتج عن كده ايه؟ فنتج عن كده ان انا اقدر اديه سب كيوتينيوس بدل ما كان الهيبرين بيتاخد اي في انجكشن او اي في انفيوجن، لا ده بيقدر يتاخد سب كيوتينيوس. ده بيقدر يتاخد مره او مرتين في اليوم، لكن الهيبرين كان بيتاخد يا اما على مدار ال 24 hours او بيتاخد كل 4 ساعات. فطبعا
طيب نتيجة كده أنا بقى أصبح ممكن أديه في البيت لأنه مش محتاج، ممكن يبقى هنا في الهوم، لكن هنا لازم محتاج الهوسبيتال. الحاجة التانية اللي أنا برضو محتاج فيها الهوسبيتال إن أنا هنا محتاج أعمل CBC ومحتاج أعمل APTT، لكن أنا هنا ولا محتاج أعمل دي ولا محتاج أعمل دي. وطبعا بيحصل شوية هيت مع اللو موليكولار ويت هيبرينز، وهنا الهيبرين خلاص، لكن بريت أقل بكتير من اللي بيحصل مع التراديشنال هيبرين. الحاجة التانية إن هو مش محتاج مونيتورينج لأن الدوز بتاعته is fixed in all patients، لكن التاني علشان الدوز بتاعته is variable from body to body خلاص، فبالتالي محتاج أعمل APTT كل 4 ساعات خلاص عشان أأجست الدوز. وبالتالي لأن هنا مش محتاج مونيتورينج والجرعة ثابتة، الريسك اوف بليدنج هنا أقل بكتير قوي من الريسك اوف بليدنج هنا. هنا بيحصل لخبطة وبيحصل بليدنج أكتر، يبقى هنا برضو الريسك اوف بليدنج أقل بكتير خلاص. دي مزايا اللو موليكولار ويت هيبرين. نيجي نتكلم بقى بعد كده عن الماريفان اللي احنا بعد ما بناخد الهيبرين أو اللو موليكولار ويت هيبرين فور 7 to 10 days، بعدهم على طول بنعمل شيفتنج تو الماريفان في الاستراتيجي نمرة 1 والاستراتيجي نمرة 2، سواء بدأنا بانفراكشنيتد أو تراديشنال هيبرين أو بدأنا بلو موليكولار ويت هيبرين. طيب الماريفان بقى الميكانيزم اوف اكشن بتاعته ايه؟ ده بيشتغل از ا فيتامين كي انتاجونيست خلاص، بيبلوك فاكتورز 2 و7 و9 و10، بيمنع السينثيسيس اوف ذيس فاكتورز in the liver، وكمان بيقلل هو كمان انتي بروتين سي وبروتين اس. طيب انتي بروتين سي وانتي بروتين اس دول are the normal anticoagulants of the body، لما انا اوقفهم معناها ان انا ازود الثرومبوزيس. طيب الحقيقه ان هو اول 2 to 3 days بيشتغل اساسا as an anti protein c and anti protein s، وبالتالي في اول 2 to 3 days الماريفان is thrombogenic، يعني هو نفسه ممكن يزود الثرومبس او ايفن يكون ثرومباي. عشان كده احنا اول 2 to 3 days لازم يحصل حاجه اسمها overlap with الهيبرين، عشان كده احنا ما بنبداش بيه من الاول، لازم نبدا بالهيبرين سواء unfractionated او low molecular weight heparin، او بنسميها overlap for at least 2 to 3 days. بعد كده من الاوفرلاب يعني هما الاثنين بيتاخدوا مع بعض، يعني انا بادئ هيبرين ومدي الماريفان في اول 2-3 ايام، دولت الماريفان يعتبر شغال از ثرومبوتيك ايجنت، بعد ال3-5 ايام بيبتدي يتحول الى انتي كواجولنت، يبتدي يقلل بقى فاكتورز 2 و7 و9 و10 ويبتدي يبقى انتي كواجولنت. طيب امتى اوقف الهيبرين؟ هوقف الهيبرين لما الماريفان الانتي كواجولنت افكت بتاعه يبقى وصل للدرجة المطلوبة اللي هي ايه؟ بنقيسها بحاجة اسمها الـ INR. الـ INR ده احنا كنا في الهيبرين بنقيس بايه؟ بالـ APTT، هنا بنقيس بالـ INR. الـ INR ده هنقول هو ايه بعد كده، لازم يبقى من 2.5 إلى 3 خلاص، علشان اقول ان انا كده وصلت للبروبر anticoagulation by ماريفان. طيب ازاي بندي الماريفان؟ الماريفان بنبدا الدوز بتاعته ب 10 ملي جرامز خلاص، وبعد كده كل يوم 5 ملي جرامز لغايه لما على اليوم الثالث لليوم الخامس ابدا اعمل تحليل اي ان ار خلاص. افرض مثلا لقيت الاي ان ار 1.5 يبقى انا لسه ما وصلتش للجرعه المطلوبه، يبقى انا لسه هفضل مستمر بالهيبرين عشان يعمل لي انتي كواجوليشن، وابتدي ازود الدوز اوف ماريفان واعيد الاي ان ار مره ثانيه. لما عيد الاي ان ار مره تانية مثلا لقيته 2 لسه هزود الدوز تاني واعمل اي ان ار تاني بعد يوم تاني، لقيته وصل 2.5 إلى 3 خلاص يبقى انا هثبت على الدوز دي واستوب بقى هيبرين خلاص، وهكمل على الماريفان. بس خلي بالك هكمل على الماريفان وافري 2 weeks اعمل اي ان ار تاني. هتقول لي الله طب ما انت ظبطت الدوز خلاص وعرفت ان الاي ان ار 2.5 3، لا هقول لك ان الماريفان دواء فيري فاريبل، بيتاثر بالاكل وبيتاثر بالادويه وبيتاثر مع الوقت في البني ادم، فممكن بعد فتره تلاقي ان الاي ان ار ده زاد قوي، معناه ان العيان لو زاد عن 3 مثلا ممكن يعمل بليدنج، او يقل قوي يقل عن 1.5 مثلا فيبقى العيان كانه ما بياخدش الدواء ويبتدي يحصل له ري ثرومبوزز مره تانية
يحصل له الدي في تي بعد ما كانت بدات تخف ترجع الدي في تي تزيد مره تانية. يبقى انا لازم اعمل اي ان ار كل 2 ويكس. هفضل مستمر على الماريفانفول لمده قد ايه؟ من 3 تو 6 مانث ده at least. في بعض الحالات ممكن نزود اكتر من 6 مانث, وفي بعض الحالات ممكن فور لايف. امتى فور لايف؟ لو انا عندي الجلطه دي متكرره recurrent دي في تي, او عندي irreversible cause, زي مثلا واحد عنده congenital مثلا بروتين سي ديفيشنسي او بروتين اس ديفيشنسي وجاله دي في تي, فالسبب ده ملوش علاج لان ده مرض جيني وليس له علاج في الوقت الحالي. وطول ما هو ملوش علاج يبقى العنده هيفضل معرض ان يجيله جلطات مستمره بعد كده, يبقى انا هكمل معاه ماريفان فور لايف. امتى بمد المده اكتر من 6 شهور؟ لو الواحد عنده ريفرسبل كوز بس لسه مطول شويه, يعني مثلا واحد عمل عمليه في مفصل مثلا وحصل كومبليكيشنز في العمليه دي فهو بيد ريدن, بس ان شاء الله اول ما الكومبليكيشنز دي تخلص هيبدا يتحرك مره تانية, يبقى هو عنده سبب وهو رائد وهو بيد ريدن ان هو عنده دي في تي. ف معرض ان انا لو وقفت الانتي كواجوليشن وهو بيد ريدن ان هو يجيله دي في تي تاني, فانا بفضل مستمر عليها ممكن 6 شهور 9 شهور سنه لغايه لما يبقى امبيولنت يعني متحرك. في الحاله دي اقدر اوقف الانتي كواجوليشن طالما انا في الجلطه الاولانيه. خلاص عرفنا كده الماريفان بنتعامل معاه ازاي. طيب ايه السايد افكتس بقى بتاعه الماريفان ومشاكله؟ احنا زي لسه قايلين واحده منهم اللي هو الانتر اكشنز وذ دراجز اند فود. خلاص بيتداخل مع الأكلات خاصة الخضروات ومنتجات الألبان وأكلات برضو تانية كتير لكن دول مشهورين قوي. والحاجة التانية أنه بيتداخل مع كثير من الأدوية, في أدوية بتزود الإفكت بتاع الماريفان, في أدوية بتقلل الإفكت بتاع الماريفان, في أدوية أخرى مش بتتدخل معاه بس بتعمل بليدنج لو اتخذت معاه زي الأسبرين مثلا. خلاص يزود الريسك اوف بليدنج لأن ده أنتي بليتلت يتخذ مع أنتي كواجولانت الاتنين مع بعض يزودوا البليدنج. لكن في حاجات على مستوى الليفر بتانتراكت مع الماريفان تزود الإفكت بتاعه أو تقلل الإفكت بتاعه. في نقطة بقى مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها, في حاجة اسمها contraindications of anticoagulation. في ناس بقى ما ينفعش نديهم anticoagulation اللي هم مين؟ اللي هم الناس اللي معرضين إن يحصل لهم bleeding. خلاص أو لو حصل لهم bleeding هيبقى very serious, يعني مثلا واحد عامل نيورو سيرجري خلاص, أو واحد عنده head trauma, واحد واخد عامل عملية في عينه مثلا, واحد عنده بيبتيك ألسر ممكن يحصل لها بليدنج, واحد عنده هيماتولوجيكال أو هيموراجيك دايافيسز. يعني إيه الجملة دي؟ هيموراجيك دايافيسز يعني عنده بليدنج تندنسي, زي مثلا واحد عنده هيموفيليا مثلا على سبيل المثال, فده عيان ما ينفعش ياخد ماريفان. خلاص يبقى لو واحد عنده بليدنج تندنسي عكس هايبر كواجولابيليتي اسمها هيموراجيك دايافيسز. الحاجة التانية اللي ممكن برضو تحصل عندنا اللي هو في الحالات الحوادث, حالات الفراكشرز خلاص, حالات الرو ارياز, واحد عنده حتة كبيرة من الجلد مفتوحة ممكن ينزف منها. بس الحاجات دي الصراحة relative contraindications, يعني احنا بنقيم قد ايه الرو اريا كبيرة وقد ايه مخاطر النزيف وقد ايه مخاطر ان انا ما اديش الدواء ويحصل دي في تي, فدي بنسميها relative. لكن ايه هم الابسوليوت؟ الابسوليوت يعني ممنوع منعا باتا, موضوع المخ ده وموضوع الهيموراجيك دايسيفز, دول ممنوع منعا باتا ان انا اقدم معهم انتكوجريشن. يا اما النزيف هيبقى فيري سيريس, يا اما النزيف ممكن يعمل ديسابيليتي, الباقي كله خاضع لتقييمي كدكتور من حاله لحاله. لكن احنا بنقول ايه النقط اللي تؤخذ في الاعتبار وانا باخد هذا القرار. الحاجه بقى النمره 3 احنا قلنا ايه؟ انتكوجريشن. خلصنا كده الانتي كواجوليشن, مش علينا بقى النواكس مش هنتكلم عنهم خلاص. وعندنا حاجه اسمها الثرومبوليتيك, ثرومبوليتيك ثيرابي خلاص, او ثرومبس ريموفال استراتيجي اللي هو الثرومبوليتيك ثيرابي. زمان كان في عمليه بس قلت قوي دلوقتي او شبه تقريبا ما بتتعملش خالص, اللي هي اسمها فينوس ثرومبكتومي. دول كانوا بيعملوا ايه بقى؟ دي كانت بتيجي في حالات الاليو فيمورال دي في تي, يعني ادي الانفيريور فينا كيفا وادي الايلياكس اهمت وادي الفيمورال اهو خلاص, وكان في ثرومبس هنا, كانوا بيفتحوا الجلد ويفتحوا الفيمورال ويدخلوا من جواه حاجه اسمها قسطره فوجرتي بيبقى اخرها بالونه كده, ويعملوا ريتريفال للثرومبس دي خلاص, يطلعوا الثرومبس دي. العمليه دي كان اسمها فينوس
ثرومبكتومي، بس طبعا كانت لازم تتعمل ايرلي يعني في الاول عشان قبل ما الثرومبس تبقى لازقه علشان تبقى سهله انها يتعمل لها ريتريفال. بس طبعا العمليه انفيزيف وما خدتش يعني حماس كتير من الناس انها تتعمل، وليها فيلير ريت مش قليل. خلاص بعد كده ظهر بعدها الثرومبولايسيس. الثرومبولايسيس ده يعني ايه؟ يعني انا بحقن دواء في الثرومبس اعمل يديزولف ديت. ايه الادويه المشهوره اللي بتعمل القصه دي؟ حاجه اسمها استريبتوكاينيز، وكان في دواء زمان اسمه يوروكاينيز بطل، وبعدين بعدهم حاجه اسمها ريكومبيننت تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. خلي بالكم ان ماده تي بي اي ده او تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور دي ماده موجوده جوه جسم الانسان اللي احنا قلناها قبل كده، اللي بتحول البلازمينوجين الى البلازمين. ريكومبيننت يعني متصنعه جوه بكتيريا عن طريق ان انا بجيب الجين اللي بيصنع دي وبنحقنه جوه بكتيريا وبنستخلص منها الماده دي في المعمل، وبنعمل ريكومبيننت تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. طبعا الريكومبيننت تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور مقارنه بالستريبتوكاينيز هو مور بوتنت، اقوى بكتير قوي. خلاص الحاجه نمره 2 غير ان هو مور بوتنت ان هو ما بيعملش اليرجيك رياكشن لانه ماده طبيعيه، لكن الستريبتوكاينيز لانه ماده مستخرجه من الستريبتوكوكس فبعض الناس بيعمل لهم اليرجي، ممكن يعمل لهم انافيلكتيك رياكشنز، وممكن يعمل لهم حاجه اسمها سيرم سيكنس، مش مهم. المهم ان هو ممكن يعمل اليرجيك رياكشنز. والحاجه الثانيه بقى المشتركه في الاثنين مع بعض ان هما الاثنين ممكن يعملوا بليدنج. والبليدنج بقى بصراحه البليدنج بتاع الثرومبوليتيك ثيرابي، الثرومبوليتيك ثيرابي is far 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 more serious عن البليدنج اللي ممكن يحصل مع الانتيكواجولانتس. كتير قوي من الثرومبوليتيك ده البليدنج يبقى يعمل مورتاليتي، يعني ممكن يموت خالص، وممكن يعمل سيريبرال هيموريدج، وممكن يبقى ماسيف سيريبرال هيموريدج. فالبليدنج كومبليكيشنز عاليه جدا في الادويه دي، بلس ان الادويه دي غاليه. ف للاسباب دي، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان هي كمان عشان تبقى افكتيف، عشان الجلطه تدوب كويس، محتاجه تتاخد في خلال 7 إلى 10 أيام. يبقى ايه هم الديس ادفانتجز مره تانية؟ ان انا مرتبط بالفتره دي علشان الثرومبس تبقى قابله للذوبان قبل ما تبقى ادرنت، محتاج اديه في 7 إلى 10 أيام، وكل ما بيعدي الوقت كل ما النتائج تبقى اقل. الحاجه نمره 2 ان هو اكسبنسيف، الحاجه نمره 3 ان هو ليه سايد افكتس عاليه جدا، الحاجه الرابعه ان هو بيحتاج هوسبيتاليزيشن لان هو بيتاخد جوه غرفه القسطره عن طريق حاجه اسمها كاثيتر دايركتد ثرومبولايسيس سي دي تي. معناها ان انا بندخل زي انبوبه خرطوم رفيع كده، الخرطوم ده فيه فتحات صغيره بتطلع الدواء جوه الثرومبس علشان يدوب الثرومبس. ما بينفعش نحقنه انترافينس، لان لو حقناه انترافينس هنضطر نحقن جرعه كبيره جدا، هناخد ريسك اوف السايد افكتس الكبيره قوي بتاعته اللي اهمها البليدنج. عشان كده احنا بنحقنه عن طريق قسطره جوه الثرومبس عشان نقدر نجيب نتيجه بجرعه صغيره ونقلل الريسك اوف كومبليكيشنز. ورغم كده برضو كومبليكيشن ريت برضو مش قليله، وبرضو سيريس لما بتحصل زي ما اتفقنا. الحاجه الاخيره بقى في الانترفنشنز اللي هي انسرشن اوف اي في سي فلتر. امتى بقى بنركب اي في سي فلتر؟ الاي في سي فلتر اول يعني ايه؟ هو الاي في سي فلتر ده عباره عن مصفى، خلاص مصفى. المصفى دي الفتحات بتاعتها صغيره جدا بحيث انها تعدي البلد، لكن ما تعديش كلوت اكبر من المقاس ده. فده بيقلل البالمونري امبوليزم، او بيقلل عشان نكون دقيقين بيقلل الميجور بالمونري امبوليزم. لكن ممكن تحصل من الفتحات الصغيره دي فيري ماينور بالمونري امبولاي، ممكن، بس عاده ما بتبقاش كلينيكال سيجنيفيكانت وما بتبقاش سيريس. فده الاي في سي فلتر. طب امتى انا احط فلتر كده؟ هو انا عندي اهو الانفيرور فينا كيف اهو، وعندي انا ثرومبس هنا، خلاص ايه اللي يخليني احط فلتر هنا خلاص وما اخدش ثرومبولايسيس او ما اخدش انتيكواجولانتس وما اعملش الحاجات اللي انا متعود اللي هي بتجيب نتائج رائعه، ان انا اسيب الثرومبس واقوم جاي بس حاطط فلتر من فوق؟ ايه الهدف من دوت؟ طبعا هو مفهوم طبعا ان هدف الفلتر ده ان انا امنع البالمونري امبوليزم. امتى بعمل الكلام دوت؟ لو الانتيكواجولايشن is contraindicated زي الكونتراindications اللي احنا قايلينهم، او complicated ببليدنج. complicated يعني ايه؟ يعني انا اديته وحصل بعيد مع بليدنج، مش احنا قايلين السايد افكتس بتاعتهم بليدنج؟ طب انا مديه بالبروبر دوز وحصل بليدنج، طب هعمل ايه؟ هضطر اوقفه، مش هقدر ادي حاجه مكانه لان العيان لسه بينزف. فانا ما عنديش حل غير ان انا احط اي في سي فلتر، والا لو سبته من غير انتي كواجوليشن هيبدا يحصل بروباجيشن اند بالمونري امبولايزيشن. خلاص دول الحاجتين الاساسيتين، ان انا يبقى عندي كونترا انديكيشن او كومبليكيشن
من الانتي كواجوليشن. البروسيدور بقى عباره عن ايه؟ البروسيدور عباره عن ادي الانفيريور فينا كيفا اهو، وادي الفيمورال فينز اهي. هنفترض ان انا عندي ثرومبس هنا يمين، هعمل ايه؟ هقوم داخل من ناحيه الشمال هنا من الجراين الشمال ده بيركوتينيوس، يعني مش بفتح، بخش بابره وبندخل من الابره دي خرطوم صغنن كده، ومن جوه الخرطوم ده بندخل الفلتر ده تحت جهاز الاشعه، خلاص بنظبطه عند الليفل اوف ذا رينال فينز هنا، خلاص تحت الليفل بتاع الرينال فينز. وبعد كده بيبقى فيه غطا كده مغطي الفلتر، بنفك الفلتر ده. الفلتر ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ من فوق عامل زي الشماعه كده، ومن تحت عنده رجلين عامله زي الاخطبوط بالشكل ده، تمام. وطبعا هنا الفتحات بتاعه الايه المصفى بالمنظر ده، ممكن تشوفوا صورته بقى على الانترنت، ليه اشكال مختلفه كتيره. بنشيل الكفر بتاعه وبنعمله. طبعا الفلتر ده ممكن بعد انتهاء المده وانتهاء الاحتياج ليه، ممكن عن طريق الشماعه دي نشيله، عن طريق ان احنا نخش من فوق بقى من الجاجولار فين ونطبقه، نحطه جوه الغطاء بتاعه مره تانية، وبعدين نسحبه لبره الجسم، بنسميه ريتريفال اوف ذا فلتر. طب ليه ممكن نعمل ريتريفال للفلتر؟ طب ما نسيبه. لا، اصل الفلترز دي ليها كومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل للفلتر؟ يعني هي ميزتها انها بتمنع البلمونري امبوليزم، لكن ليها عيوب. اولا ان هي ممكن تعمل مايجريشن، يعني ممكن تتحرك من مكانها، ممكن تتحرك من مكانها تطلع على الهارت وتعمل امبوليزيشن، ممكن تتحرك من مكانها وتعمل بيرفوريشن، يعني لو ده نام بجنبه كده او مال على الجنب ممكن اي حاجه من السنان بتاعته دي تخرم الانفيريور فينا كيفا فتعور الانفيريور فينا كيفا، يبقى ممكن تعمل بيرفوريشن. الحاجه نمره 3 ان المصفى دي نفسها ممكن تتسد بالثرومباي فيحصل ثرومبوزز ويسد الفلو اللي ماشي في الانفيريور فينا كيفا فيبقى فيها ثرومبس. يبقى انا في اقرب فرصه اقدر اشيل فيها الفلتر يا ريت ان انا اشيله. طبعا مش كل الفلترز ريتريفابل، لكن في الفلترز الحديثه كلها ريتريفابل، يعني ينفع تتشال، وينفع تتشال لغايه سنه، وفي فلترز دلوقتي تقدر تشال لغايه طول العمر. ليه لازم نشيلهم؟